متتبعي ومحبي قناة البهجة للعقار، السلام عليكم، سعيد باللقاء ديالكم في هذا العدد الجديد وهذا المنزل الجديد، ماشي شقة هذه المرة وإنما منزل مستقل. تحية طيبة لكل المشتركين ديالنا وكذلك الزبناء اللي التحقوا بنا مؤخرا في هذه القناة المتخصصة في تقديم العروض العقارية في مدينة القنيطرة مختلف الحياة ديالها. عرض ديال اليوم كما كتشوفوا معنا هو عرض مميز، منزل مستقل متواجد هذا المنزل هذا في المدخل الشمالي ديال مدينة القنيطرة حي العصام. منزل رائع مبني على واحد المساحة اللي هي الشاسعة ديال 120 متر كاري، هذه اللي كاينة في الأرضية. طبيعة الحال هذا المنزل راه شوكة، ملي كنطلعوا للمستوى الأول الطابق الأول والطابق الثاني المساحة راه كتزاد. ثلاث طوابق اللي مبنية بواحد الشكل اللي هو مختلف. الطابق الأرضي فيه جزئين، فيه الجزء تبارك الله اللي فيه ثلاثة لي غارسونيير كلها متطابقة بحال بحال. غارسونيير اللي فيها غرفة واحدة فيها واحد حمام أو طواليت اي واحد لا بتيت كوزين اللي هي اوفيرت. هاد لا بارتي دارت كانفيستيسمون لوكاتيف أو استثمار في الكراء، بما أن هاد لا بارتي راه قريبة من المنطقة الصناعية الحرة ديال القنيطرة. ثلاثات لي غارسونيير تقريبا بحال بحال، لا من ناحية الهندسة ولا من ناحية المساحة كذلك. بالنسبة للجزء الثاني فهاد الريتشوسي راه فيه كراج تبارك الله شاسع كما غتشوفوا معنا، هذا هو الكراج كيتسع للسيارتين وفيه بارتي اللي كاينه في الاول ديال هاد الكراج الدخله من جهه الدار فيه واحد بتي ديباغا. دابا غتفضلوا معنا باش تشوفوا الطابق الاول بالنسبه للدروج تبارك الله طالعين كلهم بالرخام حتى السطح. الطابق الاول راه مختلف تماما على الطابق الارضي، مساحه كما كتشوفوا معنا مساحه كتزاد ملي كنطلعوا للطابق الاول. فيه هذا الصالون الفسيح والعريض والمزخرف، السيجور اللي قدامه كذلك اللي كيعطي واحد الشساعه بالنسبه للدخله ديال هذا الطابق. وبما ان هذا المنزل راه شوكه راه كيستافد من التهويه الشراجم بارتو وكذلك لي بالكون اللي كاينين من جهه ومن جهه المقابله. هاد الطابق راه مكون من هاد السيجور الصالون اللي كتشوفوا معنا اللي حنا فيه، فيه واحد الحمام مشترك وفيه ثلاث غرف سويت بارونتال بلي بلاكار ديالها بالحمام ديالها كذلك ومن غرفتين لي مختلفتين. بالنسبه لليزون ما بين هاد الطابق الاول والطابق الثاني راه كاين دوز اسكالي، كاين الاسكالي ديال الدار الدروج ديال الدار وكاين الدروج اللي طالعين من هاد الطابق نيشان للطابق الثاني. هاد الهندسه الخاصه اللي كاينه في هاد المنزل راه ماشي افكار ديال شي مهندس او مهندس ديكور، وانما افكار خاصه ديال صاحب هاد العقار او مول هاد الدار تبارك الله عليه. هندسه تبارك الله اللي معتبره خصوصا تبان لينا في الطابق الثاني اللي عجبني من ناحيه الشكل الهندسي ديالو اللي غتشوفوا معنا في هاد الفيديو. غندخلوا دابا نشوفوا السويت بارونتال تبارك الله، مساحات شاسعه اللي كاينه في هاد الغرف. هاد السويت بارونتال راه فيها عده رفوف، فيها هاد دريسين اللي كاين في دخله ديال الحمام وكاين كذلك دو بلاكار من جهه مقابله مع الشرفه اللي مطله على الشارع. بالنسبه لهاد المنازل المستقله راه هي كتعتبر كاختيار خاص لبعض الزبناء ديالنا اللي ما كيفضلوش انهم يسكنوا في شقق في عمارات، وانما كيفضلوا انهم يسكنوا مرتاحين في منازل مستقله بحال هكا، كيكون الباب ديالك بوحدك، كيكون ملك ديالك خاص، وما يعني كتكون كتعيش في واحد الطمأنينة لانك انت اللي كتحكم في الزمام ديال الامور ديالك بنفسك. غتفضلوا معايا دابا باش تشوفوا الحمام اللي كاين في هذا السويت بارونتال. ما كاينش عندنا غير هذا المنزل المستقل في هذه المنطقه ديال العصام، هناك منازل مستقله في عده احياء، كاين في حي الطيبيه، في حي الحوزيه كذلك، حي اليونس مهديه، منازل مستقله باثمنه مختلفه على حسب الموقع مدينه القنيطره. والمنازل المستقله اللي كاينه في المنطقه ديال اليونس كاين هناك منازل اللي فيها غير الار ريد شوسي، وكاين المنازل اللي فيها الار بلس 1 وكذلك الار بلس 2. هذا هو الحمام ديال هاد السويت بارونتال. هاد لا بارتي كذلك كما قلنا لكم في الاول فيها غرفتين من غير هاد السويت بارونتال، غرفه خاصه بالنسبه للاطفال او الاولاد وغرفه اللي مستعمله
كسيجور فقط، غرف اللي بمساحات شاسعه. هذه الغرفه ديال الاولاد كما كتشوفوا معنا، دائما كتكون الديكوراسيون ديال الاولاد مختلفه على سويت بارونتال ولي زوتر شومبر. هذه مساله ضروريه. في هذا المنزل راه كاين عده رفوف كما في هذه الغرفه اللي كتشوفوا معنا، راه كاين تبارك الله هذا البلاكار في الحيط. كل هذه الغرف عندها اطلاله على الشارع بنوافذ اللي هي فيها واحد الحجم تبارك الله كبير، داك يجعلها مضويه ومهويه كذلك. بالنسبه للغرفه الثانيه في هذا الطابق راه مديوره كما قلنا لكم كومين ستوك دو سيجور، لانها تبارك الله شاسعه. كاين حمامين في هذا الطابق، حمام اللي كاين في سويت بارونتال والحمام اللي كاين اون كومان اللي غتشوفوا معنا قبل ما نطلعوا للطابق الثاني. هذه الغرفه الثانيه، غرفه تبارك الله شاسعه، جات هي اللي جات شوكه في هذا المنزل بنافذتين على الشارع. دابا غنتفضلوا باش نشوفوا الطابق الثاني، هو الطابق اللي مميز في هذا المنزل، طابق بواحد الشكل هندسي اللي هو مختلف على شكل واحد الشكل اللي هو اوروبي او امريكي، بواحد لاكويزين اللي هي اوفيرت، بواحد الجلسه تبارك الله اللي كاينه في لاتيغاس بالباربيكيو. انتم غتفضلوا معنا باش تشوفوا الطابق الثاني. قبل ما نطلعوا للطابق الثاني غتشوفوا معنا الحمام اللي مشترك في هذا الطابق. هادو هما الدروج اللي كاينين في وسط الطابق، وعاد كاين دروج تانيين، دروج الكبار ديال الدار. حمام بزخرفة لي حديثة. إذا دابا غنتفضلوا باش نشوفوا الطابق الثاني، طابق لي مكون كما غتشوفوا معنا من كويزين اوفيرت مفتوحة، مع واحد الكليسة تبارك الله قدامها، مع واحد الشومبر تاهي كبيرة، مع حمام وين كرون تيغاس اللي فيها تاهي واحد لاطابل وفيها الباربيكيو. ما غنساوش المسألة الأساسية في هذا الفيديو هو الثمن. بالنسبة للثمن ديال هذا المنزل راه ما كيتعداش 160 مليون، قابل للتفاوض بطبيعة الحال مباشرة مع صاحب هذا المنزل أو صاحب هذا العقار. إذا كنتم مهتمين بهذا النوع من العقارات، يعني كنقصد منازل مستقلة، فما عندناش غير هذا لوشوا، كاين اختيارات متعددة في أحياء اللي هي مختلفة. ما عليكم إذا إلا تواصلوا معنا على الأرقام اللي مبينة على الشاشة، سواء الاستشارة وكذلك للزيارة الميدانية، حنا راه الإشارة ديالكم طيلة أيام الأسبوع. شكرا للاهتمام ديالكم، شكرا للتشجيعات ديالكم. إلى الفيديو والعدد أو المنزل أو الشقة القادمة بحول الله، شكرا والسلام عليكم.